يعني كاين العصا اللي هي تقريبا تتكون التعذيب ما بين 48 ساعه حتى 24 ساعه يعني ديال التعذيب، وهذه ما يتحلش يعني تيبقى مكتف واقف يعني هذا هو باش يعني تيشوفوا الناس اليوم تقريبا كاين اللي تقطعت ليه يديه كاين اللي تقطعت ليه رجليه، يعني المنطقه يعني الناس يعني ما تيرحموش يعني ما كايناش الرحمه. وبالنسبه لاخر مره تواصلتوا معه امتى؟ هو تنتواصلوا معه يعني كل 24 ساعه تنتواصلوا معه ماشي يعني كل 24 يعني لان اصلا هما تيخدموا في التليفونات، لان هاد الناس اللي عاطينهم لي بيسيات والتليفونات يعني تيخدموا في النصب، هذا هو الاشكال، ويعني تيخدموا شي حاجه اللي هي يعني غير قانونيه ومفروض عليه يخدمها، لان هاد الناس ماشي تنقولوا تيخدموا بشي حاجه اللي يعني شي حوايج اللي حنا مازال ما تنعرفوهمش اصلا. يعني كان اخر الان الاجراءات اللي التواصل مع السلطات هذا حول احنا درنا التواصل الحمد لله، لا كاين التواصل يعني كاين التواصل مع السلطات يعني هنا في الداخل يعني استمعوا لنا يعني هادشي كامل، ولكن تنتمنوا يعني تكون واحد التحريات اصلا لهاد الناس اللي هما اللي تيستقبوا هاد الدراري من المغرب يعني من داخل يعني الوطن. ولدك مشى بوحدو ولا مشى مع شي؟ لا مشاو هما شي تقريبا شي سته الدراري ولا سبعه الدراري باش مشاو مجموعه واحده. مشاو مجموعه واحده ولكن فرقوهم في الطريق، فاش مشاو مفرقين في الطريق يعني بحال قلتي مشاو اربعه ثلاثه. شحال عمرهم؟ حاليا قول غادي 27 سنه. 27 شكرا. يلا شكرا.